بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، إنما حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا يعني بنتابع أنه في ارتفاع درجة أو درجتين النهاردة، في تكتل وفي مرتفع متأثرين بيه اليومين دول. بالفعل احنا اليوم هنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي درجه عن الامس. العظمى على القاهره الكبرى اليوم هتكون 25 درجه مئويه خلال فتره النهار، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه ما بين الكتل الهوائيه الجنوبيه الغربيه والجنوبيه الشرقيه، فده بتعمل على ارتفاع درجات الحراره. الاجواء خلال فترات النهار خاصه مع سطوع أشعة الشمس بتكون أجواء دافية أو أجواء معتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، أيضا القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. احنا بنبدأ فترات اليوم مع فترات الصباح الباكر قبل شروق الشمس بنحس بانخفاض درجات الحرارة، مع سطوع أشعة الشمس وتقدم ساعات النهار بنحس بالارتفاع، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل بيحصل انخفاض كبير في درجات الحراره، بيكون في فرق بين فتره النهار وفتره الليل، الفرق ده بيكون كبير وواضح، فاحنا مهم جدا ناخد بالنا من الانخفاض اللي بيحصل خلال فترات الليل. اجواء بتكون اجواء بارده على اغلب انحاء الجمهوريه خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. طبعا مع كمان وجود المرتفع الجوي للطبقات الجو العليا وهدوء سرعات الرياح خلال فترات الصباح الباكر، بيستمر معانا تكون الشبوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية. مع تكون الشبورة المائية بيكون في الساعات المتأخرة من الليل، يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس يعني تقريبا الساعة 7 صباحا. فالمعاد ده مهم جدا، قائدين المركبات والمسافرين على الطرق القيادة بهدوء تام، ننتبه كافة تعليمات المرور، لأن احنا كمان متوقع غدا وبعد غدا كثافة الشبورة المائية تزيد، هتأثر بشكل كبير جدا على الرؤية الأفقية، فمهم جدا ناخد بالنا من تكون الشبورة المائية. أكتر الأماكن اللي هنلاقي فيها الشبورة تبقى شديدة شوية عشان الناس تاخد بالها؟ هي أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية كثافة الشبورة المائية هتكون عليها بشكل كبير، خاصة المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، المناطق دي كلها كثافة الشبورة هتبقى عليها بشكل كبير. يعني لو احنا متحركين من القاهرة رايحين محافظات الوجه البحري أو السواحل الشمالية مهم جدا ناخد بالنا، لأن احنا هنلاقي الشبورة المائية خاصة غدا وبعد غدا هتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، تنخفض معها بشكل كبير. هل في يا دكتور ظواهر جوية مختلفة ممكن نتعرض لها، مثلا في رياح وأتربة، هل في سقوط أمطار؟ هي ان شاء الله لحد منتصف الاسبوع القادم تقريبا لحد يوم الاثنين القادم ما فيش اي ظواهر جويه مؤثره غير تكون الشبوره المائيه الكثيفه، لكن ان شاء الله مع يوم الاثنين هتبدا تدريجيا في انخفاض طفيف في درجات الحراره، تبدا تاني تعود فرص سقوط الامطار تدريجيا على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، لكن الى الان ما فيش اي ظواهر جويه نقدر نخاف منها او نقلق منها. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. وبسرعه تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبدا بالقاهره العظمى فيها 25 والصغرى 17، العاصمه الاداريه 24-16، اسكندريه 25-13، العالمين الجديده 24-14، مطروح 25-13، دمياط 24-15، بورسعيد 23-14، الإسماعيلية 25-14، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 14، العريش 23-14، كاترين 18-5، طابة 22-15، حلايب 25-19، شلاتين 27-19،
شرم الشيخ 26-17، الغردقة 27-16، الفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 12، بني سويف 26-11، الوادي الجديد 26-9، أسيوط 26-10، سوهاج 26-11، قنا 26-12، الأقصر 26-13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 13. بنأكد عليكم بعد ما عرفنا درجات الحرارة المتوقعة وكمان تفاصيل الطقس النهاردة أن احنا ناخد بالنا، لأن الشبورة المائية اللي بنتعرض لها اليومين دول بقت من متوسطة لكثيفة. نلتزم بالتعليمات المرورية، نراعي المسافة بيننا وبين بعضنا على الطرق المختلفة، وإن شاء الله تروحوا أشغلكم وبيوتكم بالسلامة. نرجع مرة تانية لشاذلي وباسانت، نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا